يعني الفترة اللي فاتت وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية عدد كبير من المستثمرين، وده وضع طبيعي في العالم كله. لما بتحصل حرب في أي حتة تبص تلاقي مستثمرين كتير بيسحبوا فلوسهم، وخاصة أمريكا عمالة تزود سعر الفايدة، فطبعا مستثمرين كتير سحبوا فلوسهم وحطوها في البنوك الأمريكية أو أيا كان يعني. ودي بتبقى عاملة نوع من القلق، وخاصة مصر احنا يعتبر سوق ناشئ وبنحاول وبنشد، فدايما الفجوة دي محدش هيملاها غير اخواتنا العرب والمصريين كمان، مستثمرين المصريين. لما بنتكلم على المنشآت الفندقية وهي اهم حاجة برضو في السياحة، بنتكلم على انه لازم المستثمر اللي عايز يعمل مشروع يكون في تسهيلات. كنا من بقالنا فترة بنتكلم على فكرة الشباك الواحد، ان ازاي ده ممكن نعمل تسهيلات. في قوانين كتير طلعت، في قرارات جديدة كل شوية، في مستجدات فيها فيما يخص المنشآت الفندقية. احنا معانا واللي هيكلمنا هو اهل علم وخبرة، الاستاذ احمد ابراهيم الدرعي، مدير عام احد اهم المنشآت الفندقية بمدينة الاسماعيلية. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. كنا مع حضرتك قريب في الاسماعيليه نفسها وعملنا لقاء ظريف جدا، كنا بنتكلم فيه عن السياحه الرياضيه وازاي ده مشروع عظيم جدا وممكن الاسماعيليه تبقى رائده فيه. بس خلينا الاول نروح للمنشات الفندقيه، وازاي الفندق ده ممكن يعني يبقى هو اللي بيرجع السائح مره واثنين وعشرين، لانه الخدمه وتلاقيه حافظ الناس اللي بتخدمه وحافظ المدير اسمه وحافظ كل الناس اللي موجوده في الاوتيل، لانه شايف انه ده الانطباع عن مصر كلها من خلال الاوتيل. فخلينا نتكلم على اهميه الفندق بشكل عام، وهل الموضوع بس انه يبقى لاكتري او فخامه كبير جدا، ولا الموضوع ممكن يبقى بسيط قوي قوي ويقدم خدمه بسيطه جدا ويعمل مردود كويس عند السائح؟ في الحقيقة عايزين نقول إن الفندق هو وسيلة جذب للنزيل الأجنبي، وأهم عنصر جوه الفندق هو العنصر البشري اللي شغال. ليه؟ لأنه ده اللي بيقدم الخدمة اللي بتخلي النزيل يجي مرة واثنين وثلاثة. مصر مليئة بالتنوع والاختلاف في النواحي السياحية، ما بين النواحي شاطئية، سياحة شاطئية وسياحة رياضية وسياحة ثقافية. لكن كل الأماكن المختلفة ديت في مصر بترتبط بالعنصر البشري. الحمد لله احنا بنبذل جهد وفير في تدريب العنصر البشري. ليه؟ زي ما حضرتك قلتي، في حاجة اسمها ريبيتر جيست، بيحب يجي البلد والمدينة والفندق أكتر من مرة. طب إيه اللي يخلي النزيل يجي أكتر من مرة؟ يعني أجي أكتر من مرة نفس الفندق، أكيد في شيء بيجذبه لهذا الفندق. هي الخدمة الفندقية اللي بتنفذ أو بتقدم داخل هذا الفندق. الحمد لله الشركات المختلفة والمنشآت الفندقية المختلفة بتبذل قصارى جهدها وبتصرف مصاريف عالية جدا. صحيح. في تدريب العاملين. ده جزء مهم جدا، لانه زي ما حضرتك قلتي هو مش شرط ان يبقى الاوتيل لاكشري هوتيل، لا، احنا بنخاطب كل الفئات اللي هي ترغب في زيارة مصر. ففي سايح، في ليفلز في السياحة. الفنادق في مصر من مزاياها التنوع، وده جزء مهم جدا جدا موجود عندنا في المنشآت الفندقية المصرية. وكمان اختلاف المدن اللي موجودة في مصر ما بين شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر، الأقصر وأسوان، سياحة المؤتمرات. احنا اعتقد ان احنا على مشارف مؤتمر كبير جدا في شرم الشيخ. التنوع ده بيستلزم وسائل تدريب مختلفة. اللي بيقدم الخدمة في السياحة الشاطئية غير اللي بيقدم طبعا الخدمة في سياحة المؤتمرات. فده بيدي انديكيشن وعلامة ان مصر بتبذل جهد وفير في تدريب العمالة. السياسة ديت زي ما بنقول دايما الهرم بيبدأ من فوق وبيبتدي ينزل لكل الليفلز اللي تحت والمستويات اللي تحت. التوجيهات اللي بتبقى ظاهرة من فوق انه تدريب العمالة ده شيء مهم جدا. تدريب العمالة بياخد بادجت وياخد موازنة كبيرة من مصاريف الفنادق وكذلك من الوزارة. وزارة السياحة بتبذل جهد وفير في
في تدريب وسائل تدريب عالية للفنادق، وبتجهز بنقول عليها سيشنز تدريبية أو فصول تدريبية للليفلز المختلفة من العاملين في الفنادق. طيب خلينا نتكلم عن الاستثمار، وبالذات في ان احنا نعمل يبقى فيه استثمار فنادق وغيره. احنا بنبني دلوقتي مدن جديده، ادينا شايفين العالمين العاصمه الاداريه، والحقيقه ان في اماكن كتير جدا ابتدت فكره انه عايزين نزود المنشات الفندقيه. احنا عندنا مثلث ماسبير، ودلوقتي بقى منطقه سياحيه نمره واحد، ولسه في ان شاء الله مشاريع تانية كتير. فخلينا نتكلم على المستثمر. انا عارفه ان عدد من المستثمرين على مستوى العالم مش بس على مستوى مصر، الاجانب انسحبوا، لكن زي ما قلت بيملى الفجوه دي المفروض المستثمرين المصريين والعرب. خلينا نتكلم على ايه اللي محتاجه المستثمر عشان يجي هنا. حزمه القوانين اللي كل شويه بتطلع علينا جديده، انه يبقى في تجديدات، في تغييرات وحاجات متغيره بشكل مستمر عشان توافق او تناسب التغيرات اللي بتحصل، سواء على مستوى السياسه، حرب، كورونا او غيره. المستثمر بكل بساطه محتاج انه يتعامل مع جهة واحدة، محتاج انه هو يجد سهولة سهولة ويسر في انه يخلص كل الورقيات والتراخيص المطلوبة. وده واضح انه الدولة بتبذل فيه جهد وفير عشان توفره للمستثمر. واكبر دليل على كده المناطق الجديدة اللي بقت تجذب للسياحة، زي الساحل الشمالي. احنا زي ما حضرتك قلتي من شوية مثلث ماسبيرو، كل دي مناطق سياحية جديدة واعدة جدا، واعدة وبتجذب ليفل عالي جدا جدا من النزلاء اللي هم اكسبكتنج ان هم يجوا البلد ويدروا عملة صعبة للبلد. فالمستثمر سواء كان يعني مصري او اجنبي عربي، هو بيهمه انه يعرف يتعامل مع جهة واحدة تيسر له كل الامور. فده واضح ان الدولة بتبذل فيه جهد وفير علشان تزود رأس المال الاجنبي اللي بيفتح مجالات وظيفية كبيرة جدا جوه الدولة. طيب هقول لحضرتك واحدة من المشاكل اللي حصلت، ويمكن الدولة خدت فيها موقف سريع جدا. عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه وفقا لتقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة انتشار ظاهرة إقدام بعض الفنادق والقرى السياحية على ردم أجزاء من البحر، ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا. وكان في فترة برضو في الساحل الشمالي فكرة تعكر المية، وده بسبب أنه في زي ما تقول أجهزة إنشائية ضخمة جدا، وينش وغيره ممكن يكون بيبوظ، وساعتها فعلا على طول وقفت المشاريع دي او اتقننت بشكل كبير بحيث انها ما تحصلش. فالحاجات اللي تبقى زي كده سواء ردم شاطئ او استخدامه بشكل سيء بحيث بيعكر الميه او غيره، دي امور اظن يعني كويس قوي ان الدوله خدت فيها قرارات سريعه. برضو هو استكمالا لتوجيهات القياده السياسيه. خلينا نبص بره قطاع السياحه، هنلاقي القيادة السياسية رافضة أي تعدي على أي أراضي مصرية أو بناء شيء بدون تراخيص، وبناء عليه وزارة السياحة نهجت نفس النهج وشافت أنه السياحة الشاطئية يجب أن احنا نحافظ على شواطئ مصر. مصر تتمتع بشواطئ ممتدة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، فإنك تتعدى على حرم البحر ده شيء يعني ذنب لا يغتفر. صحيح، وبناء عليه هو نوع من التعدي على ممتلكات دوله برضه، يعني بتخص كل المصريين. هو قال لك بعد كده استخراج الكارت هيتم عبر خطاب رسمي من جهه الولايه، وزاره التنميه المحليه، هيئات المجتمعات العمرانيه الجديده. يعني في قرارات سريعه اتخذت ان كافه المنشات الشاطئيه هتعمل الكارت ده بحيث يبقى مسموح لهم او لا من فكره الردم او غيره او التعدي على الشواطئ بشكل جديد. هذا الكارت يدي الصلاحية للمنشأة الفندقية حدود البناء بتاعها. أيوة هتبني صح. فين المساحة اللي هي تبني عليها، وفين المنطقة المحرم انها تتعداها. وده شيء مهم جدا في الاماكن السياحية الشاطئية.
فعلا الشواطئ بتاعتنا شواطئ جذابه وجميله، فلا يجب ان احنا نتعدى عليها، وواضح ان الدوله واخده خطوات ايجابيه في الاتجاه ده. شرم الشيخ كمان بمناسبه ان احنا داخلين على كوب 27، وده مؤتمر بالنسبه لنا مهم جدا، بس احنا بنتكلم عليه بقالنا فتره طويله. عايز اقول ان انظار العالم كله متجهه لمصر، في شهر 11 هيبقى المؤتمر ده موجود، والحقيقه ان بالتالي شرم الشيخ غيرت ثوبها، وطول عمر شرم الشيخ مهتمه بالبيئه ومهتمه بالحفاظ على البيئه، بس دلوقتي في قرار، في لجان منتشره في كل حته بتمر على الاوتيلات وبتحدد الاوتيل ده كام نجمه، موافي المواصفات ولا لا، وفي نفس الوقت عدد كبير من الاوتيلات تحولت للاخضر، تحولت لصديقه للبيئه، فرايك ايه في ده؟ ونتمنى ان الاسماعيليه، انا عارفه الاسماعيليه كمان مهتمين بالموضوع ده، عدد كبير زي سيوه وزي دهب وغيره مهتميه بفكره صديقه البيئه دي، فايه رايك في الموضوع ده؟ نقدر نقول ان شرم الشيخ رائده في المجال او في الاتجاه دوت، تغير المناخ والخطوات، تغير المناخ، لانه يعني خلاص ات جوز وزاوت سينج، واضح جدا ان العالم عماله يحصل فيه حاجات غريبه، العالم كله بيعاني من نقص في الموارد البتروليه والغاز الطبيعي والميه، وداخلين على واضح يعني احنا اوريدي اعلنا ان العالم فيه فقر مائي دلوقتي، فتخيل بقى بعدين. فكون انه في مؤتمر بهذا الحجم يبقى موجود في شرم الشيخ، ده ان دل على شيء يدل على انه مصر ليها مكانه كبيره جدا، وشرم الشيخ بالذات هي مدينه سياحيه فريده من نوعها فعلا. الفنادق الصديقه بقى للبيئه، لما ارجع للنقطه اللي حضرتك قلتيها، خلاص كل الفنادق او يعني نقدر نقول الماجوريتي او الاغلبيه من الشركات الفنادق العالميه اتجهت لانها تبقى فنادق صديقه للبيئه، استهلاك اقل في الطاقه، استهلاك اقل في الاكل اللي بيترمي او غيره، كلها حاجات ايفن في كهرباء ميه، في الماتيريال والمواد المستعمله زي المواد البلاستيكيه. يعني انا مثلا واحد من الفنادق او الشركه عندي خلاص من 1/11 المفروض مش هيبقى فيه اي استخدام للبلاستيك جوه الفندق. مش الفندق عندي انا بس في اسماعيليه، احنا بنتكلم لغه واحده للفندق ان جنرال وورلد وايد، يعني الفندق الشركه عندنا بتقول انه من تاريخ مثلا نوفمبر مفيش حاجه اسمها بلاستيك بيستخدم جوه الاوتيل. ليه؟ علشان الفنادق كلها بتحاول تساعد الدوله وتساعد العالم توصل لاستراتيجيه عشان تبقى حفاظ على البيئه، وتحاول على قد ما تقدر ترشد الموارد بتاعتها من كهرباء وميه وغاز. كويس قوي. خلينا نتكلم على نقطه مهمه، وهي السائح دلوقتي بيدور عليها قوي، فكره الهويه المصريه. وانا يعني كنت اتمنى ان اوتيلات مصر كلها تبقى بتعبر عنها، احنا عندنا حضارات كتير في مصر، ومصري قديم وقبطي واسلامي ويوناني وروماني، يعني الحقيقه ان حضارات كتير عدت علينا، فكره انه الدوله تبقى كل الاوتيلات فيها، وكانه يبقى شرط كده ان لو ما قدرتش تعمل البنى نفسه وصديق للبيئه، ان كمان يبقى بيعبر عن مصر باي شكل من الاشكال، فدي ممكن تبقى بطرق تانية، يعني ان انا ادرب العاملين يبقى ليهم طريقه لبس معينه، خدمات معينه، الاكلات اللي بتقدم للسائح تبقى اكلات مصريه، يعني الهويه المصريه في الخدمه الفندقيه دي بتبصوا لها باي منظور؟ النقطه اللي حضرتك بتتكلمي فيها هي وسيله لجذب السائح. لما نيجي نقول في حاجه اسمها الاقصر واسوان، فهتلاقي حضرتك الفنادق اللي في الاقصر واسوان، في الجزر اللي هناك طبعا، الاجزاء ديت بتقدم الخدمه بشكل مختلف عن الفنادق اللي في المناطق الشاطئيه. صحيح. لما نيجي نقول ان سياحه المؤتمرات في البيزنس اريا اللي هي القاهره واسكندريه، هتلاقي ايفن اليونيفورم بتاع الستاف لازم يناسب البيئه اللي هو موجود فيها، ويعبر ويكلم السائح باللغه اللي هو حابب يشوفها. انا جاي رايح شرم الشيخ، يجب ان انا الاقي كل حاجه في شرم الشيخ بتتكلم عن البحر والاسماك والكورلز والجبال، الحفلات السفاري. انت قصدك كمان العاملين يبقى عندهم شويه ثقافه عن المدينه اللي هم عن المدينه اللي هو موجود فيها. يعني وده اللي انا بدات بيه كلامي، تدريب العاملين. تدريب العاملين، السياحة فيها تنقلات من مكان لآخر،
فلا يجب ان مثلا اللي بيشتغل في الاقصر واسوان يجي بنفس الفكر اللي كان بيدير بيه شغله. صحيح. في مناطق زي معناها لازم تذاكر كويس النوع السياحه اللي انت داخل عليه. لازم تذاكر البرودكت بتاعك. تعرف انت المنتج بتاعك ايه وتعرف تذاكره كويس عشان تقدم خدمه مناسبه للنزيل اللي جاي. كويس قوي. خلينا نروح للرياضه السياحيه واحنا او السياحه الرياضيه انا اسفه، وهي نقطه يمكن مش متدرجه كتير عندنا بعد البطولة الأفريقية وبعد ما حققنا نجاحات في بطولات كتير، بدأت فكرة إنه يبقى عندنا أماكن تيجي من العالم كله فرق تتمرن عندنا هنا. فخلينا نتكلم على إمكانيات ده إيه، وليه إسماعيلية تحديدا تعتبر رائعة في تنفيذ الفكرة دي، وخاصة الناس ممكن الفرقة دي تتمرن على البحيرة مثلا. فخلينا نتكلم على التفاصيل دي وإنتوا خدتوا فيها خطوات إزاي. في الحقيقة خلينا نقول إن مصر عندها بوتنشال بيزنس في الفيلد ده، في الجزئية دي. مقومات عندنا مقومات نقدر نستخدمها علشان تشجع سياحة المعسكرات الرياضية. أنا هقول فور إكزامبل في المدينة عندي في الإسماعيلية، الإسماعيلية مدينة مؤهلة تماما لاستقبال المعسكرات الرياضية. الأوتيل عندي اكتشف إنه في أماكن تسمح بإن احنا نعمل ملاعب رياضية. كويس. عملنا ملاعب رياضية قانونية وعلى مستوى عالي واستقبلنا بطولات كبيرة. إلى الآن استقبلنا لهذه البطولات أولا إدى خبرة عظيمة للستاف إنه يتعامل مع النجوم الرياضيين والفرق الرياضية. الفرق الرياضية لها طريقة معينة وليها سيستم عشان تنجح المعسكر بتاعه. وفي نفس الوقت إحنا عندنا ميزة رهيبة وهي المناخ. المناخ بتاع مصر يناسب الفرق الرياضية لتقديم معسكر رياضي ناجح. صيف وشتاء، وده حاجة بتفتقدها دول كتيرة. أنا شايف إنه مصر في الاتجاه دوت ابتدت تخطو خطوات إيجابية. فور إكزامبل أنا عندي في الفترة ديت في مدينة الإسماعيلية أنا بستقبل فرق رياضية من الخليج. بيجوا يعملوا معسكراتهم عندي. كويس. فلما تيجي واظن التكلفه هتبقى بالمقارنه باماكن تانية التكلفه تعتبر كويسه جدا. تكلفه قليله جدا 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 بالنسبه للمعسكرات اللي هم بيعملوها في دول تانية. وعشان كده انا بقول ده بوتنشال بيزنس ممكن نعمل من وراه اشغالات عاليه كويس. وعمله صعبه طبعا هايله. بس فكره ان انا احول الاوتيل او احول المكان نفسه لانه يبقى زي ما حضرتك بتقول عايز تدريب جامد جدا، لان ده نوع جديد من ان انا هدرب العماله بتاعتي، لان انا استقبل الرياضيين في طريقه اكلهم، اوقات بيبقوا جايبين الطباخين بتوعهم لطريقه معينه في النوم، لطريقه معينه مش عايز دوشه، الاضاءه، يعني في تفاصيل كتير قوي تخص الرياضي تحديدا، مش عايز المعجبين يطلعوا له، يعني كل دي حاجات تفاصيل اعتقد انتوا بتهتموا بيها قوي ودرستوها، ويمكن من واقع خبرتكم انكم صادفتوا قبل كده فرق اجنبيه مشهوره جدا وكبيره افريقيه. فخلينا نتكلم على ده، بتعمل ايه؟ نوع التدريب اللي بيتلقاه بقى العامل زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شويه، النوع ده مع السياحه الرياضيه ايه؟ تأكيدا لكلام حضرتك احنا بندي تدريب للعاملين بالأوتيل. ليه؟ لأن الأوتيل إشغالاته لا تقتصر على الفرق الرياضية فقط. فيجب أنه يعرف يتعامل مع النوعيات المختلفة من نزلاء الفندق. جزء منها الفرق الرياضية. الفرق الرياضية نتيجة السيستم الدقيق اللي هم بيتبعوه خلانا احنا كمان نتعامل مع الموضوع ده او الفيلد ده بدقة جدا. ليه؟ لانهم ليهم توقيتات مختلفة للتدريب وللوجبات بتاعتهم. ليهم اكل صحي بيطلبوه من دي وان من ساعة ما بيدخلوا الاوتيل لغاية لما بيسيبوا الاوتيل. ده بيدي حمل كبير على العاملين بالاوتيل، ولكن انا اقدر اكد لحضرتك انه عندي في الاوتيل ومدينه الاسماعيليه اصبحت رائده في المجال دوت. والدليل على كده انا بقول لحضرتك بيجي لي فرق من الخليج وبيجي لي فرق من افريقيا. كويس جدا. فبيجي معاهم بعض الاوقات الفرق شيف
تابع لهذه او مرافق لهذه. هل بقى بتعملوا الحاجات الظريفه اللي بيعملها العالم لما بيستقبلوا ناس مشهوره او رياضيين، ان الاوضه تبقى محطوط عليها اسمه، مش عارفه الشوكولاته يبقى معموله باسمه، حاطين له صور هو وعيلته، في حاجات كده بتحسس الرياضي او بتحسس المشهور ده او ايا كان يعني بانه هو في بيته، بانه يا عشان هو نفسه يطلب انه يرجع مره واثنين وثلاثه، هل الحاجات دي وارده عندكم؟ عندنا في الاوتيلات بيبقى في لازم تبي ان كونتاكت وان تاتش مع النزيل، وخاصه لما يبقى نجم رياضي تبقى عارف اسمه وعارف اكلاته ومواعيده، وايفن لو في وسط المعسكر عيد ميلاد لحد كويس. من افراد الفريق بتبقى انت من خلال الباسبور عرفت لازم الايفنت ده او المناسبه ديت نحتفل بيها كويس. مع النجم او الرياضي اللي موجود وسط المجموعه. كمان بتحاولي حضرتك انك تضيفي لمسه من الكالتشر بتاعته. يعني هم الروتين بالنسبه للرياضي صعب جدا، فلازم يكسروا الروتين ده في وسط المعسكر بشيء يوديهم لبلدهم ولثقافتهم. حاجه زي جالا دينر، حاجه زي ايفنت يطلعوا بره، اوتنج بره الاوتيل، ويبقى حاجه شبه مصر برضو وشبه ويشوفوا حاجه تانية في مصر. زي ما حضرتك يعني هو لو عندي في اسماعيليه كتير بيحبوا يروحوا يتفرجوا على الاهرامات وينزلوا كايرو ويعملوا تور في القاهره، فدي بتخليهم يشوفوا حاجه جديده من اثار ومعالم مصر، وفي نفس الوقت تكسر روتين المعسكر اللي هو بيبقى طويل شويه. صحيح. طيب من ضمن الحاجات اللي الواحد ابتدى يشوفها في صناعه الاوتيل او في الاوتيلات بشكل عام، التكنولوجيا العاليه والفندقه الرقميه او التكنولوجي العالي قوي، ان انا قاعده في البيت الحجز ده حاجه عاديه جدا، بعمل حجز عن طريق الفيزا يتسحب الفلوس وكله، بس اللي انا اتفاجئت بيه ان ممكن اعمل تشيك ان وانا قاعده في البيت، ودي حاجه كانت بالنسبه لي مبهره، انه هو حاطط لك فاتح لك صفحه انه عايز تبقى بتعمل تشيك ان، او خلاص انت اكنك وصلت الاوتيل اكن الغرفه مفتوحه ليك جاهزه تقول له اه عايز اعمل تشيك ان فتعمل تشيك ان. الحاجات الجديده ان الموبايل يفتح الاوضه دي برده، يعني في تقنيات حديثه دلوقتي بقت جميله قوي قوي، بقت بتسهل على الـ الضيف، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيها مساحه للتلامس الكتير، عشان احنا برضو موضوع كورونا ده خد مننا اشواط يعني. اللي حضرتك بتقوليه ده فعلا بقى موجود دلوقتي، وكورونا كانت سهلت سرعت كورونا زي ما فيها حاجات يعني سيئه ما نحبش نفتكرها، ولكن كان ليها حاجات فتحت مجالات جديده. الاوتيلات فعلا بقت ابديتنج باخر حاجه ريليتد للتكنولوجي. في حاجه اسمها فاست تشيك ان من غير ما بتعدي على الريسبشن اصلا. ده في تشيك اوت بدون ما حضرتك بتعدي على الريسبشن. فالتكنولوجي وصلت لكل شيء جوه الاوتيلات. ديت فعلا بتحتاج انفستمنت عاليه وبتحتاج رؤوس اموال كبيره. اعتقد الاوتيلات يعني في اوتيلات اتحولت كده فعلا طبعا في مصر، بس اعتقد كمان كل الجديد هيبقى فيه بقى النظم الحديثه. اكيد لازم هيبقى كده. اكيد لازم هيبقى كده، لان لو حضرتك ما بقيتيش على نفس التراك طبعا انت هتبقي تندثر خلاص، انت هتخرجي بره الفيلد خالص او بره صحيح. المجال خالص. صحيح. التكنولوجي بسبب كورونا احنا في كتير بقى دلوقتي ناس بتشتغل اونلاين من بره الاوتيل، في بوزيشنز كتيره تنفع انها تشتغل بدون ما تبقى موجوده جوه الاوتيل. هو قاعد في البيت يعني هو قاعد بيعمل شغله كله. صحيح. وهو قاعد في البيت. النزيل كمان يحب ان هو نتيجة ان في يعني تخوف من مرض زي كورونا، ان ما يبقاش في ما يبقاش ان كونتاكت بقى بينه وبين حد ولا بينه وبين ريسبشن، فالى حد ما بنحاول ان احنا نبعد ونبقى في مسافه كده سوشيال ديستانس ما بيننا وما بين النزيل، ايفن ما بين النزيل والنزيل الاخر. فدي كلها اشياء اتعلمناها بسبب كورونا. يعني سبب كورونا ادت ان في تكنولوجي لازم تدفعي فيها تانفست فيها، تدفعي فيها فلوس عشان الاوتيل بتاعك يبقى موجود في الفيلم. طيب اخر سؤال بقى، هل الاسماعيليه الامور عندها
تحسنت شويه، رجعت تاني. احنا 2019 بالنسبه لنا كانت ارقام كويسه. الاسماعيليه من المدن اللي بتتاثر بحرب، بتتاثر بكورونا، ولا كان الاشغالات فيها نسبتها كويسه؟ طمنا كده الاسماعيليه بشكل عام. اقدر اقول لحضرتك ان احنا في 2022 تقريبا وصلنا لدبل، او يعني بنحقق ضعف ما كنا بنحققه الحمد لله في 2021. كويس. نسب الاشغال في الفتره اللي احنا فيها ديت عندي في الاسماعيليه ما تقرب من 85%. ممتاز ممتاز. طب احنا يعني بمناسبه لسه نور بتقول لي انه الشهر الجاي هيبقى فيه مهرجان المانجا، انا نفسي يعني الاسماعيليه دي. طبعا احنا بنشوف اوقات اصدقائنا من الدول العربيه يقول لك عايزين المانجا بتاعت الاسماعيليه دي، يعني يطلبوها لو حد مسافر. فالمهرجان ده انا نفسي يتحول لمهرجان كبير جدا بيشاركه الدول العربيه وممكن العالم كمان، زي المهرجانات الكبيره. انت عارف هم بيعملوا من النقطه كده يعملوا عليها ضجه جامده. المانجا بتاعتنا ما فيش موجوده في العالم كله، فنفسنا. هل انتوا كاوتيل ممكن تشاركوا في مهرجان زي ده، تبقى ليكم دور فيه؟ خلينا نقول ان الاسماعيليه فعلا زي ما حضرتك بتقولي هي مشهوره بالمانجا، بالفاكهه والمانجا. طبعا. والمهرجان من يوم 19 هيبقى فيه مهرجان للمانجا في الاسماعيليه. الاوتيل جزء صغير من مدينه كبيره. ايوه. بتعشق منتج المانجا. بتبتكر انتوا فيه، بتعمل منه اكلات كتير قوي. اولا يعني. طبعا لا بصي حضرتك، انا لسه بقول لحضرتك انا كان عندي فرق رياضيه، الفرق الرياضيه بالكامل وهي مغادره الاوتيل لازم تاخد مانجا من السمك. طبعا طبعا. ومعلش والسمك، الناس بتروح هناك عشان تحضر بس سوق السمك اللي هناك وجماله. هو ده اللي يجرنا تاني اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، كل مدينه وليها طابع معين. ايوه. اسماعيليه المانجا فيها هي شيء فعلا عالمي. صحيح. هي مش بتشتهر بالمانجا على مستوى مصر ولكن هو شيء عالمي، وفعلا احنا بنحاول نبتكر في ان احنا ازاي نحتفل ونعمل مهرجان يناسب هذا المنتج. ولكن ده بيبقى بيحتاج تعاون على مستوى كبير وعلى مستوى المحافظه. احنا جزء من المحافظه، وان شاء الله يبقى الموسم دوت يعني الاسماعيليه تشوف فيه تطور وازدهار الى الافضل ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، وسلمنا على اهالينا في الاسماعيليه كتير، وربنا يوفقك الاستاذ احمد ابراهيم الدرعي مدير عام واحده من المنشات الفندقيه بمدينه الاسماعيليه. نورتنا واسعدتنا بمعلوماتك وبكلامك، ان شاء الله نشوفك مره ثانيه قريب باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، سعدت بيكي. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.